بداية نشرتنا من العاصمة أديس أبابا، حيث عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه ومعالي الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية اليوم جلسة محادثات تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل في وقت سابق اليوم إلى جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار بولي أديس أبابا الدولي معالي الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية ترحيبا بالزيارة. وكانت قد رافقت طائرة سموه لدى دخولها أجواء أثيوبيا طائرات حربية احتفاء بزيارته وترحيبا به، كما رافق موكب سموه عدد من الخيالة على صهوات الخيول، ورددت مجموعة من الأطفال العبارات الترحيبية ملوحين بأعلام البلدين. ويرافق صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ شخبوط بن هيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة محمد سالم الراشدي سفير دولة الإمارات لدى أثيوبيا وعدد من المسؤولين. وكان في الاستقبال عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في أثيوبيا. وللمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة محمد سالم الراشدي سفير دولة الإمارات لدى أثيوبيا. بداية أهلا بك سعادة السفير، تعكس هذه الزيارة واللقاءات الرسمية المتبادلة والمستمرة بين الإمارات وأثيوبيا عمق وصلابة العلاقات الإماراتية الأثيوبية، كيف تساهم هذه العلاقات في دفع عجلة التنمية الشاملة بين البلدين الصديقين؟ يا مرحبا. تسهم العلاقات والروابط والتعاون القوية بين دولة الإمارات وأثيوبيا في استفادة البلدين من الإمكانيات المتاحة لدى البلد الآخر، مما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، خاصة أن دولة الإمارات وأثيوبيا اشتركان في عدة من المجالات ذات الأولوية على عدة أصعدة وطنية وإقليمية ودولية، وكذلك التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة والأمن ومحاربة التطرف، وكذلك تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي لمواجهة آثار تغيير المناخ، وكذلك تمكين المرأة والشباب، مما يوفر أرضية مشتركة للعمل على توسيع آفاق تعاون في مختلف المجالات لتحقيق الاستراتيجية الوطنية وأهدافها للتنمية الشاملة. نعم سعادتك، تحظى أثيوبيا بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية الإمارات الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقتها مع دول القارة الأفريقية، ما مدى أهمية ذلك في تمتين جسور التعاون معها في المجالات المختلفة؟ صحيح، لأثيوبيا مكانة خاصة في استراتيجية دولة الإمارات، وخاصة بتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية بالنظر إلى موقعها في منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية سياسيا واقتصاديا وامنيا، وكذلك الامكانيات التي تتمتع بها من حيث مساحتها وتعدد سكانها والنفوذ السياسي والامني، مما مكنها من لعب دور محوري في تعزيز الاستقرار والامن الاقليمي في المنطقه. علاوه على ذلك تغل اثيوبيا وتاثيرها القاري، حيث تعتبر العاصمه اديس ابابا العاصمه السياسيه لافريقيا باستضافتها لمنطقه الاتحاد الافريقي واللجنة الاقتصادية الأفريقية والأمم المتحدة ونطاق عريض من المنظمات الدولية والأفريقية. نعم سعادة محمد سالم الراشدي سفير دولة الإمارات لدى أثيوبيا، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة.